الموضوع مال الكهرباء اجوا ايش قالوا؟ وقالوا نريد تسوون جبايه على كل البيوت. زين، فسوينا الجبايه على كل البيوت وجمعنا المستمسكات وسلمناها. المستمسكات طلبتهم عندكم من الكهرباء؟ الكهرباء. فسوينا من جمعنا المستمسكات اعطيناهم وياس، طلعوا كانما ميزانيه، هم لا ساحبين ميزانيه ولا ساحبين كابينه مال الكهرباء. مو تطلع عندكم جبايه هسه؟ اي ده تطلع علينا جبايه هسه، جبايه ياخذوها الهم. مو انت بالاصل انت الكهرباء، لكن لا بس اسمح لي استاذ، انت الكهرباء تحدثوا والاخوان هاي انتم على مسويها على حسابكم هاي التيوله. ردنا نعم بس خلي يوصل الموضوع. هذه احنا جبناها على حسابنا، بس هاي جبناها معدودات، هاي كلها كابينتين متكفي المنطقه. زين، ما تغذيها المنطقه كبيره. فسوينا سحبنا كهرباء اضافيه على اساس قالوا راح نوزع لكم كابينات وميزانيات، طونا الغراض مالاتكم، طيناهم المستمسكات الاربعه. طيب، بعد ما طيناهم المستمسكات الاربعه ما وفوا ويانا بالصدق، لا دزونا الكابينه ولا دزونا العداد، بس هو يعد علينا شهريا شهريا بيعد علينا. بس نريد نعرف زين هو شلون راح يقيم لو هيك شلون؟ هيك هسه تقييم عشوائي، هي الارقام اللي موجوده بالوصولات. بس الوصولات بلا زحمه، الوصولات الوصولات اللي تقييم عشوائي. اها هسه نقول هسه هذا واحد من البيوت مال الكهرباء، هسه هاي ورقه مال الكهرباء ارفع على الشاشه. هاي الورقه مال الكهرباء تقييم عشوائي، يعني ياخذون هاي ياخذون جبايه بدون. زين ايش قد تطلع هي الجبايه على شنو يستند هسه هو؟ اذا تطلع لا 10 هسه 10 اي تطلع 10,000 دينار جباية على كل جنسية. هم مو موفرين لهم الكهرباء. لا هذا 2000، هذا 8، هذا 10. لا اكو مختلف، بس الأكثرية على 10. هذولا ما كل هسه 8,000. اي اكو ناس يتشبانين بنطين يعني. بيش بس قلوب هذا 20,000 ونص. هذا 20، اكو 35. مو يعني هم هيك. فاذا هي هذه يعني ايضاح الامر من قبل الجهات الحكوميه ذات العلاقه. نعم عفوا يا رئيس الوزراء، السلام عليكم. اليوم احنا نتامل بك البركه واسال الله انه يحفظك، ان لانه انت منا واحنا منك، فاريدك تباوع الفقير. هلا بالفقير، لانه انت هم من عائله فقيره مثلنا، احنا نحس بيك. اريدك تجي وتشوف الوضع مالنا هنا، ترى وضع بأسات. يعني انت لو تجي يوم واحد، والقران تبكي على هاي المنطقه، لو يوم واحد تجي والله تبكي على هاي المنطقه، لانه ناس تعبانين، هم تعبانين، كهرباء ماكو. زين، فترجينا رجع انه المقابله، وعده مرات سوينا مقابله وياك وترى ما وصلونا اليك، واني اليوم صوتي من خلال هاي الاذاعه الطيبه الشريفه. اي والله ام الفقير، اليوم احنا نناشد انه نريد بس نلتقي بيك، وعده مرات جينا نلتقي بيك ومنعانا وما وصلونا اليك، وكل ما نريد نوصل اليك ترى ان شاء الله توصل.